كيف تخرب حياتك بطرق فعالة؟ موضوع غريب لطيف، لكن للأسف الكثير منا فعلاً بيعمل وبيسعى لتخريب حياته. فأول طريقة هي لتخرب مستقبلك، عليك بالقلق الدائم. لتخرب قدرتك بالمبادرة، عليك بالخوف. لتخرب سعادتك، عليك بالتفكير بالنواقص في حياتك. لتخرب همتك، حط لنفسك أهداف غير واقعية. لتخرب علاقاتك، ابحث عن الكمال في الآخرين. لتخرب دخلك، قلل من قيمته. لتخرب عقلك، اقلق بحكي الناس عليك. لتخرب آخرتك، للأسف تطلق العنان لأهوائك. ولتخريب دعائك، عليك بالشك. وهيك منكون حكينا أنا وياكم طرق فعالة لتخريب حياتك، ودمتم بخير وفرح، وبيتكم عامر.